قصه الثواني، شفتوا رجعت في ثواني ازاي معاكم تاني. دلوقتي بقى معانا اول طبق في السي فود، معانا طاجن تعابين. سمك التعابين ما بيبقاش اوانه كتير، ما بنلاقيهوش موجود عند السمك كتير. شايفين ما شاء الله، والله كان الصبح بيلعب، كان صاحي وكان زي الفل. الاوان بتاعه في الاوان ده في الشهرين الثلاثه اللي احنا فيهم دول، من اول 11 لغايه شهر واحد، هو الموسم وجود التعابين. فنستغله طبعا، اخواتنا المسيحيين دلوقتي صايمين يقدروا طبعا يجيبوا تعابين ويعملوه كده، ان شاء الله يعجبهم جدا. لطاجن التعابين محتاجين تعبان وزن كيلو ونص او اي وزن نلاقيه زي ما احنا عاوزين، عايزين تعبان كامل، بصلتين كبار حلقات متقطعين حلقات رفيعه، حبة كبيرة طماطم متقطعة حلقات، فلفل ألوان حلقات رفيعة، فلفل شطة وشرايح ليمون. التتبيلة بقى محتاجين ثوم مفروم ناعم، كزبرة خضراء مفرومة، كرفس أخضر مفروم، معلقتين هريسة شطة، معلقة ملح وكمون، كزبرة ناشفة، فنجان عصير ليمون وفنجان زيت، وطبعا معانا كمون. هنا هطلع بس أول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الحاجات دي كده عشان نعرف نشتغل. شايفين التعابين وجمالها؟ تمام. هنا بقى عايزين حاجه هنتبل فيها، هنتبل اول حاجه بنجيب التعبان ده لما بيبقى صاحي عند الراجل، او لو مش صاحي حتى اول حاجه احنا بنسمي عليه، لازم نسمي عليه ونذبحه كده، يعني نمشي السكينه ونقول بسم الله على اي دين واي مله، بنقول بسم الله. وبعد كده نفتحه، عايزين نسلخه، بنخلي السمك يسلخه، مش عايزين نسلخه لازم نفتحه، نغسله كويس جدا، الزفاره بتاعته بتبقى في سلسله الدم اللي موجوده فيه. انا هبدا اول حاجه على طول، هبدا اعمل التتبيله، هجيب هرسه الشطه بالشكل ده، وهاخد الثوم المفروم، هرسه الشطه كمان بقى بتدي له طعم رائع، الكمون والكزبره، ادي الكمون، الكزبره الناشفه، هناخد ملح. هو زفرته او الناس كتير ما بتحبوش علشان يقولك بيبقى فيه ريحه زفره، ريحه الزفره دي بتختفي مع الغسيل كويس جدا، سلسله الدم دي بفرشه سنان نخصصها لغسيل الاسماك، ندعك كده بيها كل الدم ده بينزل، ومن عند الراس كده نغسل وشطف تحت الميه الجاريه من غير لا ليمون ولا ملح ولا اي حاجه، هو بالميه الجاريه بس، ونصفيه بيبقى زي الفل. هنا بس هحط له رشه خل صغنطوطه كده، معلقه صغيره، ده برده تاكيد لعدم الزفاره خالص. طبعا بقى الليمون اساسي بيمحي اي زفاره نهائيا، اهو بالشكل ده هقلب كل الحاجات دي. وهنا عندي كزبره خضراء، الكزبره الخضراء بقى بتطلع الريحه بتاعتها الجميله اهو كده بالشكل ده. هنا ادي التتبيله احنا عملناها اهو، هجيب بقى الطاجن اللي انا هحط فيه، ممكن ناخد في قارب بايركس كده بالشكل ده، اخد شويه بصل هنا كده وافرشه تحت، اخد شويه تتبيله من دي كده افرك بيها البصل كده اهو عشان يتشرب الطعم الحلو بتاع التتبيله، وكمان البصل ينزل الميه بتاعته كده بالشكل ده. واخد كده كام شريحه طماطم من تحت، اعمل له كده ارضيه بسيطه عشان ايه اقعده عليها اهو بالشكل ده كده. طبعا معانا بقى فلفل الوان هنا كده، فلفل الوان كمان بيبقى فيه. الو الو، يا صباح الفل. صباح الخير يا ايمان، ازيك يا حبيبه قلبي؟ انت اخبارك ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ احنا بنشوفك كده على الشاشه يا شيف غدا، والله بنبقى كلنا تفاؤل والله بجد. ربنا يخليك يا ايمان، تسلمي يا حبيبتي. بتدخلي كده روح التفاؤل كده، ولسه في ناس حلوه كده زي حضرتك كده. الاسماك اللي التعبان ده موجود عندك في السعوديه يا ايمان؟ شايف النظافه حضرتك؟ لا احنا عندنا الهامور والكنعد والبوري، بس البولتي اتمنع عندنا. هنا بقى احنا عندنا سمك التعابين ده جميل جدا يا بس ممكن يا ايمان على فكره تلاقيه في الماركت الكبير اللي بتجيبي منه الاسماك والحاجات دي، ممكن تلاقي في التعابين. ممكن. عايزه بس ابعت سلامي لمدام سميره عشان سالت عليا امس، والله يا شيف غاده ومدام احلام ومدام تيام كلهم حبايبي، كل دول حبايبك وحبايبنا يا ايمان،
يا رب يخليهم. انت فعلا يا شيف غدا احنا مش برنامج طبخ والله، برنامج تواصل اجتماعي. ربنا يديكي كل خير ويجازيكي كل خير عننا والله. ربنا يخليكي يا ايمان، تسلمي يا حبيبتي. بجد بسلم عليهم وعلى الهوا وكل حبايبي اللي بيتصل عليكي عشان ما انساش حد كلهم. ربنا يخليكي يا ايمان، كل سلامك وصل لحبايبك دلوقتي. وام فهد بقى هي في بيتها بتتفرج عليكي كده، ببعت لها سلامها. ام فهد الله، ليه كده؟ ليه النهارده كده ام فهد راحت في بيتها؟ قاعده بقى، قاعده بقى في بيتها بقى. انا قلت لها النهارده اتصلت عليها وقلت لها يلا افتحي الشيف غدا عشان نتفرج عليها، قالت لي خلاص تمام. انا فاتحه البرنامج تمام. غدا انا عايزه من ايدك الله يخليكي من اولها لاخرها، انا عملتها بطرق مختلفه. الفراخ المقرمشه، الفراخ المقرمشه حاضر عينيا، احنا عملناها كتير بس نعملها لك تاني ان شاء الله. حاضر الله يا ايمان، حاضر يا حبيبتي عينيا الاثنين. عليكم السلام. بسلم على ام اسلام يا حبيبتي، وهي كمان بتسلم عليكي اكيد. الله يخليك كلهم، ومدام روحيه عشان ما يعني ما تزعلش مني يا حبيبتنا كلهم. دي الله يخليك كلهم. لا انا مدام سميره ومدام روحيه النهارده عامله لهم الاسماك دي عشان الصيام. ايوه هم يفرحوا بقى، ربنا يا رب كده يا رب ان شاء الله يجعلوا عيد سعيد عليهم وعلينا يا رب دايما ان شاء الله. سعيد على الكل يا رب باذن الله. بشكر الدكتوره داليا الذوق اللي هي بترد علينا، ربنا يخليك. شكرا يا ايمان. هنا كده انا رصيت طماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان، بس ما حطيتش الفلفل الشطه. هناخد كده كام عود فلفل شطه كده، احنا مقطعينه شرايح ومطلعين منه البذر عشان ما يبقاش حامي قوي برده. طبعا احنا حاطين برده هريسه شطه، بس الفلفل الشطه ده معاها بيبقى تحفه اهو بالشكل ده. هنا هنا خدت شويه ميه صغيرين كده، ميه مغليه معايا عشان الم كل الخلطه اللي كانت عندي وهوزعها كده. حبه ميه كده اهو، ميه مغليه فيها كل التوابل اللي كانت عندنا في تتبيله السمك اهو بالشكل ده، وهندخله الفرن. بصوا انتوا شفتوا هو مفتوح نضيفه زي الفل ازاي، يتدعي كويس جدا جدا، وبعدين بعد ما يتدعي يتشطف كويس قوي ويتنشف، اي دم في السلسله ولا اي حاجه تطلع منه تبقى زي الفل. تمام، احنا بس كده ناخد لنا كام ايه، كام ورده فلفل كده هنا، يدونا كده منظر ويدونا طعم. الخضره دي بقى اما بتستوي ميه السمك اما بتنزل عليها بيبقى طعمها رائع رائع. انا النهارده كمان عامله جنبه رز ابيض بسمتي عادي جدا. ايوه الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا غاده؟ الحمد لله. مريم؟ اه يا حبيبتي مريم. ازيك يا مريومه؟ الله يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا حبيبتي، تسلم ايديكي. الله يسلمك يا مريم. انا جايه لك جري في الطريقه. ربنا يخليكي يا مريم، اتفضلي. فتحت نفسنا يا شيف غاده، بس انت تجيب ساعتين دلوقتي. نعم؟ فتحت نفسنا على سمك التعابين. فتحت التلفزيون على ايه؟ فتحت نفسنا على السمك التعابين. اه السمك التعابين، جميل. جميل جدا. حاجة والله. علي صوتك يا مريم عشان اسمعك وحبايبنا كمان يسمعوك. انا بعلي صوتي على الاخر اهو. ربنا يخليك يا مريم. بقول لك نعم، الفرخه اللي انت عملتيها كنت حاطه في التتبيله اللي هي اللي بتعملها بالفريك، اللي حطيتي فيها شمر وينسون. اه كانت رائعة والله. لا طعمه مميز جدا. طب الحمد لله، الحمد لله. أنا عملتها بس أنا عملتها بس عملتها حشيتها كلها ودخلتها الفرن محشية. صوريها بقى وابعتيها لي يا مريم. ماشي حاضر يا حبيبتي. صوري أديكي بقى عرفتي أهو الواتساب، تبعتي على طول الصور عليه. ماشي يا حبيبتي الله يخليك. ربنا يخليك يا مريم وتسلم إيدك. مدام أحلام ومدام سهام ومدام إيمان في الصدر. أنا كمان بصبح عليهم معاكي، بقول لهم صباح الورد عليكوا على عيونكم. وعلى أم رامي وعلى كل حبايبنا. حبايب قلبي وقلبك يا حبيبة قلبي. صباح الفل عليكي وشكرا لتليفونك يا مريم.